أهلا بكم مجددا. في هذه الحلقة سوف نرى صناعة المادة بوتاسيوم ألوم، وهي الشبة. الاسم العلمي للشبة هو البوتاسيوم ألومنيوم سلفيت، رمزه الكيميائي KAAL، بوتاسيوم ألومنيوم سلفيت SO4 الكل اثنين، والذي هو عبارة عن كبريتات ألومنيوم البوتاسيوم. كبريتات ألومنيوم البوتاسيوم يستعمل كعامل حفاز في التحصينات. هذه الطريقة الثانية. كنا قد رأينا الطريقة الأولى، الذي يريد الطريقة الأولى نذكر له الرابط. هذه الطريقة الثانية. إذا نحضر 2 مول ألومنيوم، الألومنيوم زائد 3 مول سلفيوريك أسيد. طبعا هذا هو ورق الألومنيوم، هذا هو ورق الألومنيوم، الألومنيوم فويل يسمى بالإنجليزية، وهذا هو سلفيوريك أسيد 32 برومي 48.95% وزن على حجم سلفيوريك أسيد. فيعطيني 1 مول ألومنيوم سلفيت زائد 3 مول هيدروجين. حذر، الهيدروجين هو غاز شديد الالتهاب، شديد الاحتراق. إذا نأخذ 1 غرام ألومنيوم زائد 5.95 غرام سلفيوريك أسيد، فيعطيني 6.34 غرام ألومنيوم سلفيت زائد 0.11 غرام هيدروجين غاز. ثم هذه 6.34 غرام ألومنيوم سلفيت نضيف لها 3.22 غرام بوتاسيوم سلفيت في وجود وفرة من السلفيوريك أسيد حتى نمنع الهيدروليزيس نتاع البوتاسيوم ألومنيوم سلفيت، فيعطيني البوتاسيوم ألومنيوم سلفيت 9.56 غرام حتى لا يتحول لي البوتاسيوم ألومنيوم سلفيت، حتى يبقى كما هو. نعطيه وفرة من السلفيوريك أسيد. 3.22 غرام بوتاسيوم سلفيت في حد ذاتها نصنعها ممن؟ من 1.81 غرام سلفيوريك أسيد زائد 2.07 غرام بوتاسيوم هيدروكسيد. إذا هذا هو البوتاسيوم هيدروكسيد على شكل فليكس، على شكل رقائق يعني، فيعطيني 3.22 غرام كما قلنا بوتاسيوم سلفيت زائد 0.66 غرام ماء. نبدأ بالسلفيوريك أسيد 5.95 غرام. إذا أنا محلول السلفيوريك أسيد الذي لدي هو 48.95%، إذا كل 100 مللتر فيها 48.95 غرام، و 5.45 غرام التي أحتاجها يقابلها المجهول إكس. إكس يساوي 5.45 ضرب 100 تقسيم 48.95 غرام، أجد إكس يساوي 11.13 مللتر. إذا سوف آخذ 11.13 تقريبا 12 مللتر، وأفعلها مع 1 غرام ألومنيوم فويل. الآن سوف أزن 1 غرام من الألومنيوم، هذا من ورق الألومنيوم. إذا الوعاء وهو فارغ وزنه 47 غرام، سوف أوصلها ل 48 غرام. 48 غرام ناقص 47 غرام هي 1 غرام. إذا هذه 1 غرام الألومنيوم فويل، ورق الألومنيوم. نأتي بهذا الطاس هذا ونقسمها إلى قطع صغيرة جدا ونضعها هنا. الآن قسمنا هذه ورق الألومنيوم إلى قطع صغيرة. الآن نأخذ 11.13 تقريبا 12 مللتر من سلفيوريك أسيد تركيزه 48.95%، ولكي نمنع الهيدروليزيس نتاع البوتاسيوم ألومنيوم سلفيت نضيف ضعف الكمية نتاع السلفيوريك أسيد، يعني 24 مللتر تقريبا. سوف أسحبها بهذا الكأس المدرج. إذا هذه تقريبا 24 مللتر سلفيوريك أسيد بتركيز 48.95%، نضيفها إلى ورق الألومنيوم. العملية هي بطيئة، تحتاج إلى الوقت. نضيف عليها كمية من الماء حتى نغمر كل هذا الورق الألومنيوم مع الحمض. الآن أضفنا كمية من الماء. الآن نترك
الحمض، حمض السلفيوريك أسيد يأكل في ورق الألمنيوم، فيجهز لنا 6.34 غرام ألمنيوم سلفيت. سوف تأخذ العملية عدة أيام. لتسريع العملية يمكن التسخين. الآن انتهى تفاعل السلفيوريك أسيد مع ورق الألمنيوم، إذن هذا هو الألمنيوم سلفيت، كبريتة الألمنيوم. الآن نقوم بعملية الترشيح حتى ننزع كل هذا الورق الألمنيوم الذي لم يتفاعل. ورق الترشيح باستخدام هذا القمع وورق الترشيح. الآن قمنا بالترشيح. إذن في هذه الكمية من الماء منحل 6.34 غرام كبريتات الألمنيوم. الآن نضع هذه على جنب ونأتي بهذا الإناء هذا. الآن نصنع كبريتات البوتاسيوم. كنا قد صنعناه في فيديو سابق لتزويد الأغنام بالكبريت والبوتاسيوم، الذي يريد الرابط نعطيه. إذن هو تفاعل 2.07 تقريبا 2 غرام بوتاسيوم هيدروكسيد مع 1.81 غرام سلفيوريك أسيد. إذن هذا هو البوتاسيوم هيدروكسيد كما قلنا، وهذا هو السلفيوريك أسيد. إذن أنا محلول السلفيوريك أسيد الذي لديه هو 48.95%. إذن كل 100 مللتر فيها 48.95 غرام، أضع تحتها 1.81 غرام يقابلها المجهول واي. واي يساوي 1.81 ضرب 100 تقسيم 48.95، أجد واي يساوي 3.7 مللتر. إذن يجب أن أخذ 3.7 مللتر من هذا وأفعلها مع 2 غرام من بوتاسيوم هيدروكسيد. إذن الآن سوف أزن 2 غرام من البوتاسيوم هيدروكسيد. إذن هذه 2 غرام هي 49 غرام ناقص 47 غرام من أجل الوعاء، إذن هي 2 غرام بوتاسيوم هيدروكسيد. نحضرها إلى هنا، نضعها داخل هذا الإناء ونضيف عليها القليل من الماء. طبعا حذاري، البوتاسيوم هيدروكسيد هي مادة كوية، السلفيوريك أسيد أيضا حذاري هي مادة حارقة. الآن أضفنا الماء، نخلط. طبعا الانحلال البوتاسيوم هيدروكسيد هو إكزوثيرميك وشديد الانحلال في الماء، طارد للحرارة يعني. خلاص ذابت كل هذيك 2 غرام بوتاسيوم هيدروكسيد. الآن نأخذ 3.7 مللتر تقريبا 4 مللتر من السلفيوريك أسيد. إذن هذه تقريبا 4 مللتر سلفيوريك أسيد، نضعها مع البوتاسيوم هيدروكسيد ونخلط. طبعا العملية هي تفاعل حمض زائد قاعدة يعطينا ملح زائد ماء. الملح في هذه الحالة هو البوتاسيوم سلفيت، كبريتات أو سلفات البوتاسيوم. خلاص هنا تكون لي البوتاسيوم سلفيت، إذن في هذه الكمية منحل 3.22 غرام. الآن نحضر البوتاسيوم سلفيت، هذا البوتاسيوم سلفيت، ونضيفه إلى البوتاسيوم، نحضر الألمنيوم سلفيت عفوا ونضيفه إلى البوتاسيوم سلفيت، فيتكون لي البوتاسيوم ألمنيوم سلفيت. طبعا الألمنيوم سلفيت والبوتاسيوم سلفيت والبوتاسيوم ألمنيوم سلفيت لا لون لهم، كلهم محاليل شفافة. طبعا خلاص تكون لي البوتاسيوم ألمنيوم سلفيت. إذن في هذه الكمية من الماء موجود 9.56 غرام بوتاسيوم ألمنيوم سلفيت. إذن هذا كان فيما يخص تصنيع البوتاسيوم ألمنيوم سلفيت. لنستعمله كعامل حفيز في التحصينات.
ليس في هذا الوقت، ربما في المستقبل البعيد إن شاء الله. إلى اللقاء.